dalımdan alsa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa. Dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa. Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa. Elif gibi. Kimse görmese beni, derdimi, sırrımı. Kimse bilmese, kardelen misali bunun sebebi halimi. Dimdik dursam yine bir elif gibi. أنا رح أحرقكن حرق. الظاهر أنتو ما بتعرفوني منيح. رح خليكن تعرفوا شو يعني إنكن تتجرأوا وتبتزوني. أعطيني الاستخبارات. إيه، مشان هداك الموضوع. الاتصال يلي إجاني اليوم الصبح ما عاد في داعي للمراقبة. ألو. نعم. أنا ما راح ضل نبهك، بتروحي وبتحكي معها، بس ديري بالك تنكشفي قدامها. مفهوم سيدي. وحاولي إنك تتصرفي بلطف مع البنت وتقربي منها، وبس يجي الوقت المناسب أنا بخبرك. أنا راح خلص هالشغلة؟ لا، أنت بس راح تحطي العصفور بالقفص، والرجال اللي راح أبعته هو بيعمل اللازم. مفهوم سيدي. يلا يا بنتي رح نتأخر. دخيلك يا ربي، شو هالشغلة هي؟ يلا استعجلي شوي. ليكني اجيت بابا. امشي لشوف. يلا. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام. عليكم السلام. عم دور على مكان ابقى فيه، ترى في مجال هون؟ خالي عدلية بتعرف هالشي وهي جوا، اذا بدك اساليها واكيد رح تساعدك فورا. يسلموا. خلص روحي، في عنا شغل، بنتي رح تصير دكتورة. امشي لشوف، رح نتأخر شي؟ لا لا سمح الله نتأخر وبعدين ما يقبلوا يسجلوكي، وقتها كل تعبنا بيروح على الفاضي. Thank you.
الله يخليكي حاولي تساعديني. بقبل نام على الأرض لأنه ما في عندي مكان نام فيه. يا بنتي، السيد إبراهيم المسؤول هون، بس هو بأنقرة هلأ، راح مشان يشوف الدعوة. يعني أنت ما رح تساعديني؟ والله ما بيطلع بإيدي أي شيء يا بنتي، هو المسؤول عن كل شيء وتليفونه مسكر كمان. طيب شو بساوي هلأ؟ أبي وأمي مو موجودين هون، يعني روح نام بالشارع؟ خلاص حبيبتي لا تقلقي، صار لي 10 سنين عم أشتغل هون، أكيد ما رح يكسر بخاطري، ما هيك؟ خلاص رح دبر لك مطرح تنامي فيه. الله يكتر خيرك يا خانم. كلمة خانم لا تقوليها بنوب، قولي لي خالي عدلية. طيب رح أطلع زبط لك مطرح لتنامي، ماشي؟ بس لشوف مين على الباب. تفضل يا ابني. يعطيك العافية خالي، جاي أشوف إليف، إليف كورال. مين أنت؟ أنا رفيقة الملازم أول عزيز آيدن، يا ترى هي هون لشوفها؟ لا، طلعت هلأ، راحت مع أبوها على الجامعة. راحت مع أبوها؟ يا ابني، ليك هذا سكن للبنات، ولا بقى تجي لهون، بعدين الناس بيحكوا علينا، والسيد إبراهيم كتير بدقق على هالشغلات. أكيد معك حق، لا تواخذيني خالي، خاطرك. الله معك يا ابني. رح زبط لك مكان لتنامي وبرجع لك. شو صار؟ فتت على السكن. حلو. التقيت بالبنت قدام الباب وحكينا كلمتين، بس قبل شوي إجا ملازم أول وسأل عن البنت. قلتي لي ملازم أول؟ إيه، واسمه عزيز. هذا يلي كان ناقصنا. طيب إجت المرة لازم سكر. ماشي، مثل كل مرة أنا أخذت القرار الصحيح، لازم فوراً أتخلص من هذيك البنت، فوراً فوراً. يلا تعي معي بنتي، يلا جيبي شنطتك. بنتي قربي لشوف، تعالي يا روحي. شبه ليش عم تطلعي هيك؟ لا تكوني خايفة. يا الله، لا لا تخافي يا بنتي، لا تخافي يا روحي، بس اللي لي لشوف. أمك المجنونة عند مين بعتتك له؟ يا بنتي لا تخافي، والله ما رح أعمل لك شي، بس عندي فضول أعرف هالشي. بعتتني لعند واحد اسمه الضابط قدرت، قالت إنه بيقربة ورح يساعدني، بس هو حتى ما فوتني من الباب. يعني ما رضي يشوفه؟ لأنه أنا محجبة، بعت لي مصاري بس ما رضيت أخذه. برافو عليك يا بنتي، أنت بنت أبوكي، نحن الحمد لله عايشين بشرفنا وكرامتنا ومالنا بحاجة. طيب بدي أسألك على شغلي يا بنتي، هالرجال ما اتصل فيكي بعدين؟ نوب. أي منيح، الحمد لله مالنا بحاجة ليتصدق علينا حدا. بعدين أبوكي بعت ورا أمك وأختك جوليا، وهن رح يجوا لهون، وإن شاء الله رح نعيش بإسطنبول بدون ما نحتاج حدا أبداً. بابا؟ شو؟ بدي أسألك سؤال. اسألي. أنت ليش غيرت رأيك فجأة؟ يعني كنت ضد دراستي وبس بدك تجوزني. يا روحي أنا، يا بنتي لا تتعبي راسك بهالشغلات، بس فكري بجامعتك ماشي، وتركي علي كل الباقي. يلا امشي رح نتأخر. يلا. لك يا كمال، راح تصير ملك اسطنبول يا عيني. يلا. سهيلة، انت فاضية شي؟ ايه فاضية خالي عدلية. تعي بنتي، شوفي هي رفيقتكم سراب،
رح أفرش لها فرشة على الأرض بغرفتكن، ماشي؟ بس الغرفة يا دوب عم توسعني أنا وإليف، ما رح أزعجكن أبداً، تحملوني بس هالليلة وبكرة بروح. سهيلة شبك كتير عيب هالتصرف. بنتي وقت أنتي جبتي أليف لهون وقلتي إنه وضعها صعب، نحن حكينا شي معك؟ وهالبنت المسكينة وضعها صعب كمان. لا مو هيك خالي، أنا ما قصدي اللي قلته. طيب يلا تعي خلينا نجيب الفرشة سوا. على مهلك يا بنتي، امسكيها منيح واصحك توعي، ديري بالك. مثل ما بتعرفوا إدارة جامعتنا أخذت شوية قرارات بخصوص المظهر ولباس الطلاب. مو جامعتنا، الأصح نقول قرار اتخذته الدكتورة. شو قصدك بهالحكي؟ كل جامعة عم تتخذ قرار على كيفها، يعني في جامعات عم تمنع الدخول بالحجاب وفي جامعات عم تسمح فيه، وبجامعتنا كمان عم نعاني من هاي المشكلة، وهالموضوع كل الأساتذة بجامعتنا مختلفين عليه. ما بتهمني غير جامعات، بس بجامعة اسطنبول المركزية هذا الشيء لازم يتطبق بأسرع وقت، وطبعاً لنحقق هالموضوع نحن بحاجة لأساتذة يكونوا متعاونين معنا مو يلي بيعارضوا قرارنا. دكتورة رنا، شو علاقة اللباس بالدراسة والتعلم؟ خلاص اتركوا البنات يجوا بالأواعي اللي بدهم ياها هنن، بس المهم إنهم يتعلموا وياخذوا الشهادات من عنا. بعدين نحن مو هدفنا الأساسي نقدم للمجتمع والوطن جيل يكون متعلم ومفيد؟ مزبوط 100%، بس هدول العالم مو نافعين لنفسهم ليقدروا ينفعوا الوطن، لأنه ولا وحدة منهم قدرانة إنها تبني شخصيتها بشكل صحيح، وبس حدا يقلهم إنه لازم تطلعوا بهالمنظر فوراً بيلبسوا هيك شغلات غريبة على روسهم. أساساً هدول مو هدفهم يدرسوا، هدفهم يخدموا الرجعية. يعني إذا هلأ نحن جمعنا البنات المحجبات وشلحناهم حجابهم رح نحط نهاية للرجعية؟ هيك قصدك؟ بس نحن لازم نبلش من نقطة ما هيك؟ بصراحة دكتورة رنا هالقرار غلط كبير. شو علاقة اللباس بالدراسة والتعلم؟ هدول شباب بأول طلعتهم وفي عندهم آمال كتير كبيرة، وجايين على اسطنبول من كل الأناضول، وأهلهم ضحوا كتير ليوصلوهم لهون، وهن وثقوا فينا وتركوا أولادهم أمانة عنا. لا أنا ما فيني أقعد أتفرج على اللي عم يصير. والله هي بتضل مشكلتك أنتي، بس لا تزعلي إذا قعدتي ببيتك وصرتي تشتغلي بالتطريز مشان تقدري تعيشي وتأمني حق لقمتك. الظاهر الراتب يلي عم تاخديه من الجامعة كتير عليكي، وبعدين أنتي حرة بقرارك. الاجتماع خلص يا زملاء. أنتي منيحة؟ منيحة، رح ساعدك. دكتورة، مو كان لازم ترتاحي بعد المعالجة الكيميائية؟ بس لازم كون موجودة هون بهيك وقت. ما سمعتي الدكتورة رنا؟ رح تسبب كارثة نظامية. هاي أنا هديتها للدكتورة رنا، بس ليش مرجعتها؟ بلش الحقد عندها وهي أول خطوة. يوم عن يوم عم يزداد دخول الرجعية والتخلف بين صفوف قوات الجيش التركي، ومع الأسف أيادي الجماعات الدينية قدرت توصل لهون. اخترقوا المدارس والإعلام وبعد السياسة، وهلأ فاتوا على بيوتنا، ولازم كلنا نقلع هدول يلي مو مرغوب فيهم من بيناتنا. انتبهوا، نحن لازم نشتغل بدقة كبيرة، وأنا ما عندي أي شك بكفاءتكم. بدنا نعلن الاستنفار ضد هالرجعية والتخلف. كل الضباط وزوجاتهم وحتى أولادهم كمان لازم يساعدونا بهذا الشيء، وكل واحد لازم يكون منتبه وحذر، وبالأخص من زميله وجيرانه، حتى من زوجاتكم، وما لازم نسمح بأي شيء ممكن أنه يخلي هالتخلف يكبر أكثر والرجعية يزيد بهذا البلد. بدي منكم كلياتكم تقارير عن هذا الموضوع،
وأي حدا عنده استفسار يتفضل يحكي لشوف. سيدي أنا بأيدك بكل كلمة حكيتها سيادتك هلا، بس كأنه في بعض زملائنا عندهم اعتراض بخصوص هذا الموضوع ومفكرين أنهم رح يقدروا يقاوموا للنهاية. سيادتكم عم تحكوا أنه الرجعية رح تقسم البلد، بس يا خوفي أنه هي التدابير تقسم الجيش بالأول. بدل ما نسميها تقسيم، شو رأيك لو نسميها عملية تنظيف؟ ماشي مثل ما بدك، وخلينا ننظف الكل ونزتهم برات الجيش ونتركهم بلا شغلة وعملة، ونخليهم يعلقوا بالخزانة البدلة العسكرية اللي لبسوها سنين بعزة وكرامة. طيب شو مشان البقايا يلي مفكرهم ننضاف؟ اتأكد أول ما تصير حرب رح يهجموا على العدو وهن عم يقولوا الله أكبر، وقتها سيادتك رح تسكتهم لهدول كمان؟ ما بعتقد بنو، بالعكس تماما رح تعلقوا ميدالية على صدورهم، ولهالسبب بترجاكم سيدي بلا ما نكون نحن اللي بلشنا هالحرب. معناها القصة وضحت أكتر، الرجعية مخترقة أعمق الشرايين وانتوا قاعدين عم تتخانقوا قدامي. ما في اتفاقيات مع الجراثيم، لازم نحاربها. لك بنتي وين مكان التسجيل؟ والله فتر راسي. بابا صاير بهداك الطرف. بس أنا بدي أقول لك على شغلة. يلا قولي لشو. يلا أحكي بحاجة تجننيني. بابا أنا ما بقدر سجل هلأ. ليش؟ ليكون ما طلع لك جامعة ها؟ لا طلع لي، بس بده مني صورة شخصية. الله يبعث لك الهنا، وأنا فكرت صاير شي. طيب ليش ما حكيتي قبل ما نجي لهون؟ مو هيك القصة، بدهم يكون الراس مكشوف. كيف يعني؟ يعني هنن بدهم يعني يتصور صورة من دون حجاب. إيه ما في مشكلة شيلي، يلا خلينا نروح نصوري. ما بصير، أنا ما بشيل حجاب أبدا. كيف ما رح تشيلي؟ نحن رفعنا دعوة على الجامعة. انتي شو قلتي؟ جمعنا توقيع ورفعنا دعوة. ولك بنتي بدك تجنينيني ها؟ والله كتير تعبت وصرفت بلاوي كمان، حتى تركنا بيتنا والضيعة مشانك. إذا الدولة قالت لك شيلي الحجاب أكيد عندها سبب. بدك تخالفي الدولة وتعلميها شغلها يعني؟ شو قصدك؟ بدك يعني خالف ربي؟ استغفر الله، هلأ أنا قلت لك هيك؟ إذا لزمت بتشيلي وبعدين بتحطي، شو فيها؟ ما بصير هالشي، أنا مصرة على قراري، رح أستنى نتيجة الدعوة. استغفر الله العظيم. طيب إمتى نتيجة الدعوة؟ إن شاء الله ما بتطول كتير. أوه بكرة الدعوة بتسحب شهور وأنا في عندي شغل. وينه مدير هالجامعة؟ يا مدير يا مدير. بابا استنى، لا تروح لعند هديك المرأة. مشان الله انتي شو بدك مني؟ بقلك شيلي الحجاب بتقولي لا، بقلك بروح لعند المدير بتقولي لا، لا تخليني اضربك. ها بابا انت ما بتعرف شو الوضع، لأنه هاي المرأة بتكون اخته لضابط قدرات. ايه بابا. ومن شو بتشكي الأنسة صالحة بقى؟ الظاهر بعد ما دافعت عن المحجبات تعبت؟ صار لها فترة عم تتعالج من السرطان دكتورة، ونحن من جديد لعرفنا. الله يساعدها ويعافيها. على كل إن أكيد رح تصحى على حالة وتفهم علي، واتنيناتنا عم نحاول نتخلص من هالآفة. ماشي فيكي تطلعي. أنسة رنا، أنسة رنا، يعطيك العافية. كمال أنا كمال، ضعت أصلاً يا يلاسي. أنا أبوها لإليف. لا
بليف، انت ليش اجيت لهون؟ لقت عليكي، قلي لي ابوكي ليش هون؟ بابا خلص رضي سامحني ماشي؟ وافق اني ادرس بالجامعة، وانت ما عاد في داعي تقلق علي، هلا بيجي بشوفك وبعدين بيقيم قيامتي، بعدين روح من هون، انت مالك خاطب؟ لا، انفصلت عنك. انا قررت هالشي من لما كنت بضيعتكم. ايوه وانا شو دخلني؟ كيف شو دخلك؟ انت تعي معي شوي. لك شو عم تعمل؟ تعي شوي. لك إليف، على طول بفكر فيكي وما في غير صورتك قدامي، فتح عيوني بشوفك ولما غمضهم بشوفك. الله وكيلك يا أختي، أول ما قالت بنتي إنك أخته للضابط قدرات ما بتصدقي قديش فرحت من جوات قلبي. شو ما في تفضل؟ طلبي لنا قهوة لنشربها سوا. والله رجلي ورموا من التعب. إيه إيه، مو الضابط قدرات ما فتح بابه لبنتي؟ قلبت اسطنبول فؤاني تحتاني للاقيتها. انتو شو مشكلتكن؟ ليش ما بتسجلوا بنتي بالجامعة؟ مع إنها جايبة علامات منيحة، بركي بتساعدينا بهالشي. في عنا علاقة مع الضابط قدرات، وأكيد كرماله أنتي ما رح تخجلينا. من حق البنت تتعلم مو؟ وأنا شو دخلني إذا بنتك تعلمت ولا ما تعلمت؟ بعدين شو العلاقة اللي رح تكون بين أخي واحد مثلك؟ والله أنتي أدرى، يمكن بتعرفي وعاملة حالك ما بتعرفي، بس قدرة بيك بيعرف منيح. يلا ساعدينا كرمال خاطره وسجلي بنتي. ايه بكفي، اطلع من هالغرفة فورا، واصحك تزعجني انت وبنتك بالمرة، وما عاد بدي اشوف خلقتكن حوالينا، وخاصة بموضوع الجامعة، حتى لو كانت بنتي ما رح ارحمها. واذا بنتك بدها تكشف على راسها ولا لا هي مشكلتكن، المهم ما عاد تجوا لعند هالباب بنوب. أنا ما رح أجي، بس أنتوا رح تجوا لعندي. لو كنت بعرف بالأصل إنه هي هي نيتك، ما كنت دخلتك بمشاكلي ولا طلبت مساعدتك ولا طلعت بسيارتك. إليف بس دقيقة، عن جد أنا نيتي ما لها سيئة أبدا. تركني خلاص. إليف، استنى بابا. إليف. إيه بابا. يا بنت، أنت وين كنتي؟ هون ليكني. امشي، خلينا نروح ندبر راسنا، هدول ما عندهم ذرة ضمير. ما قبلت تساعدني، بتعرفي شو قالت يلي جوا؟ حتى لو بنتي ما رح أرحمها، وأنا ما رح أرحمهم. لمين؟ ولا شي. يلا امشي، خلينا نروح ونلاقي شي حل. بس ما تكوني اتضايقتي من حكي قبل شوي، يعني شايف الغرفة صغيرة ولا أنا ما عندي مشكلة بنوب؟ لا حبيبتي، وانتي معك حق، عن جد هالغرفة صغيرة وما بتسع. قبل ما تيجي إليف كنت لحالي بالغرفة. لا تشغلي بالك، رح ترجعي لحالك. يا ترى هي اللي اسمها إليف عندها حبيب؟ شو قصدك بهالحكي؟ حبيب شو اللي عم تحكي عنه؟ بعدين انت من وين بتعرفيها لإليف؟ ومنين بدي أعرفها؟ قبل شوي لما كنت عم استنى تحت إجا شاب ملازم أول وسأل عنها، كان ملهوف ليشوفها لهيك فكرته حبيبة. اسمعي، ما بيصير بهالسكن هيك قصص أبداً، لازم تعرفي هالشي منيح، أكيد بيكون حدا من قرايبينا وأصلاً ما عاد يجي لهون. وإذا ما بتعرفي هي صار عندك خبر هلأ. هل
بابا بابا أنا ما فيني أعملها. بنتي قليلي ليش في حل تاني؟ آه خربت الدنيا يعني؟ بس بتقيمي الحجاب بالاستديو بتكشفي عن راسك بالاستديو بتتصوري وخلصنا. بس حرام يا بابا. طيب يعني وأنا مو حرام؟ لا تجنيني، يلا فوتي لجوا وتصوري الصورة. يلا فوتي يلا. لا بترشح. بقول ما بدي أضربك بس ما عم تفهمي. لك يا أخي واقف أنت شو عم تعمل؟ يا أخي لا تواخذنا، عيطنا بمحلك بس هالعنيدة ما بدها تكشف عن راسها. أنا فهمت المشكلة، أكيد من شان صورة التسجيل ما هيك؟ صح. إيه بس يا حبيبي ليش لحتى تضايق حالك وتعكر مزاجك؟ في حل. عن جد عم تحكي؟ إيه والله. طلع قبل شوي صورتها. أخي شو عم تتمسخر علي؟ هي شعراتها مبينين. يا أخي هاد مو شعر الحقيقي، هاي بيروكة. الله عن جد عم تحكي؟ كتر ألف خيرك والله، أنت خلصني من هم كبير. ما رح حط بيروكة. اسكتي وليه؟ لا ترد عليها، خربنا الدنيا لتدرس واسمع شو عم تقول. أخي وين فيني لاقي من هالباروكات هاي؟ إيه نزار شو صار معك؟ شو حكيته؟ هاتن عنك. شكراً إليك. إيه حكينا لا تاكلي هم. ما طولت عنده لأنه كان عنده اجتماع، بس أخذت الجواب اللازم. نحن مشكلتنا مو مع الضابط قدرت، المشكلة الأساسية هي ابننا عزيز. اليوم كان ملاحق البنت كمان ورايح لعند السكن تبعها. طيب شو بدنا نعمل مع هالولد؟ لا بيسمع الكلمة ولا بيرد على حدا بنوب. أنا فكرت كتير منيح وما لقيت غير حل واحد لهي القصة هلأ. من بكرة عزيز رح يرجع على مهمته. وليش بقى بابا؟ شايف الإجازة كتير أثرت فيك، ومن كتر ما مأثرة فيك حضرتك ما عاد لقيت مكان تروح له غير إنك توقف على أبواب سكن البنات. يعني أنت كنت عم تلاحقني بابا؟ أساساً ما في داعي لاحقك ولا دور عليك، لأنه حضرتك ما بتفارق هذيك البنت لحظة واحدة. إيه ما دخلك فيني، رح ضل لحقها. قلت لي رح ضلت لحقها مو هيك؟ وبدك يعني ما أتدخل فيك كمان؟ لك حط عقلك براسك. ليش مفكر إنه بس أنا اللي عم لاحقكن؟ الكل عرفوا باللي عم يصير معك، والكل شافوا البنت لما طلعت من هون. عينك عينك افهم بقى، الكل عينهم علينا. صدقني اذا كبرت القصه ورفعوا فينا شي تقرير وقتها انت وانا وامك كمان رح تتدمر حياتنا على الاخر. عم تفهم ولا لا؟ يا عيني يا لطيف قديش في أشكال وألوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أغلب البنات بياخدوا باروكة من لون شعرهم الطبيعي، شو اللون اللي بدكن إياه؟ أنا ما رح أخذ باروكة. لا ترد عليها يا أخي، رح ناخد. شو كان لون شعرك يا بنت؟ على الأغلب بني. تركك منها، عطيني لون الناسي. بدك شعر طبيعي ولا صناعي؟ لا شو الطبيعي يا أخي، ما أصل البنت عندها شعر بس ما عم تكشف عن راسها. هات عطيني شعر يكون رخيص. مسكي الكيس، مسكي. يلا بوشك على السكن ماشي. وانت رايح استقبل أمك وأختك. اليوم جايين لهون؟ ايه اليوم جايين، بس لا تتأملي كتير، أمك ما رح تفيدك بأي شيء، لازم تدرسي وتتعلمي. هلا بتروحي على السكن بتضلي تحطي الباروكة وتقيميها لحتى تتعودي عليها، لازم بكرة نخلص. ألو. نعم سيدي، شو صار معك؟ فكرت منيح؟ ايه فكرت وحتى كتير فكرت منيح، وبصراحة كتير خفت منك لأنك رح تدمرني إذا ما عملت يلي بتقلي عليه. اها مستعد أعطيك شو ما بدك. طبعا إذا بدك مصاري رح أعطيك. ولك هذا الزلمة ميت من الرعبة مننا. طبعا شو بدي منك غير المصاري؟ ماشي، قديش المبلغ يلي بتريده؟ يعني رح تعطيني؟ طبعاً أنا رح أعطيك، أنا كتير خايف. بس أنت هلأ قلي قديش بدك مصاري؟ أنت بدك مليار ولا بدك مليارين؟ ها؟ ولك هذا عم بيقلي رح يعطيني مليارين.
إيه ماشي، اتفقنا برأيي مليارين مبلغ منيح هلا. بس أنا ما معي هالمبلغ كاش، هلا بعطيك المصاري يلي معي، يا ريت تتكرم علي وتدبر حالك فيهم، وأنا بوعدك خلال كم يوم بكون دبرت لك باقي المصاري، ماشي؟ طبعاً حبيبي ما في عندي مشكلة، ولا يهمك، خود وقتك. جيب المصاري على شو اسمه؟ على الحديقة الكبيرة، هي الحديقة يلي فيها نوافير حلوة كتير، وحتى فيها شجر كمان. ايه جيبهم على هديك الحديقة. ماشي، رح جيبهم. الإنسانية لسه ما ماتت، بس أنت يلي متت. الطير وقع بالقفص وصار بالإيدين، يا عيني يا ليلي. الطير وقع بالقفص وصار بالإيدين. برافو، قدرتي تفوتي على السكن. انت حكيتي مع البنت شي؟ لسه ما اجت، بس كتير تعذبت لحتى سمحوا لي ضل بالغرفة. حلو. طيب في حدا تاني غيركم بالغرفة؟ في وحدة، ويمكن تضايقني. معناها انت بتعرفي كيف تتصرفي. لا تاكل هم ابدا. بتحب انه نخلص هالشغلة الليلة؟ بعد هلأ ما بتحكي معي. تتواصلي مع الزلمة اللي رح ينفذ المهمة، هو رح يقلك المكان والوقت، بتخلي تليفونك معك على طول وهو بخبرك. ماشي. مو هي؟ مزبوط. يلا روح الحقيقة فورا، يلا بسرعة، يلا يلا. عزيز أخ، شوف شو عملت فيني. الضابط نزار آيدن يلي قد الدنيا وبجلالة قدره بشو ملتهي هلأ؟ مساء الخير أختي. أهلين، مساء الخير. أنت منيحة؟ أي منيحة، شكراً إلك. أهلين وسهلين بنتي. أهلين فيكي خالة. وأنت شو كنتي عم تعملي برا؟ طلعت شم شوية هوا. ما بيصير تطلعي إمتى ما بدك، ما بتعرفي شو بيصير. فوتوا لجوا، يلا فوتوا لشوف. إليف، اليوم سأل عنك واحد ضابط ويمكن اسمه عزيز، وقال إنه بيكون رفيقك. كيف؟ بترجاك لا تواخذيني، ما كنت متوقع إنه يجي لهون. اليوم أنا شفته بالجامعة وقلت له لازم، وخلص ما عتعيد هيك شي. منيح، يلا على غرفتكم. يلا يا بنتي. شو هذا يا؟ صوت موبايل. ولك انت شو عم تعملي؟ ايه موبايلك صار له ساعة عم يرن. ويرن شو دخلك بموبايلي؟ والله ما معنى موبايلات، مشان هيك مو متعودين على صوته، ولما رن حبيت اعرف من وين جاي هذا الصوت. شبكي سهيلة، ليش عصبتي على البنت؟ أنا ما حبيتها لهالبنت بالمرة، صارت تبكي وتقول ما معها مصاري، بس هي معها موبايل. خليكي بعيدة عنها، أساساً بعد كم يوم رح تروح. ما سمعت. شفت الضابط نزار وحكالي لا تقلق هاي الليلة؟
ايه طيب ماشي، وانا مثلك كتير متضايقه هون. ماشي. الزلمة يضحك عليك وما رح يجيب مصاري ولا شيء. طلعوا له، مو هاد هو ليكو اجا اجا. هذا هو الضابط؟ ولك حاج تحكي مثل المجانين ولا ضابط قد الدنيا بيجيبه لهو. ليك حط الشنطة، يلا اركض بسرعة، خذ المصاري قبل ما حدا ياخذهم. دقيقة ولا ليش لروح انا وجيب المصاري؟ اه طالما انت شريكي لازم تساعدني بالشغل، يلا جيب الشنطة يلا لشوف. طيب طيب ماشي منروح سوا. ايه والله، واذا بدك خلينا ناخذ شي 4-5 زلم كمان ولك بلجنا نروح. طيب انت احميني. ايه ايه انا رح احميك لا تخاف ابدا، دخيلك يا ربي. يلا ولا أخذها، والله أخذ الشنطة. فريد يلا ولا تعال تعال. كفى كولا كفى. لا وقف، لا تفتح الشنطة. ايش بقى؟ بركي فيها قنبلة. وليك قنبلة؟ وهلا خطر ببالك تقول؟ شو بساوي؟ هلا خطرت ببالي هالشغلة. لو فيها قنبلة كانت انفجرت. ما شاء الله عليك بتفهم بكل شيء، وهلا صرت خبير قنابل على راسنا. هلا اتركك من هاللعي وعطيني شيء عصاي. شو هاد يا؟ جايب لي شجرة؟ لك عطيني شي عصاي بسرعة. خود بسم الله، دخيلك يا رب احميني وساعدني يا رب. بسم الله بسم الله. رح افتحها لو فيها قنبلة فجأة من زمان. يخرب بيتك يا امي. يا عيني يا الله. شوف المصاري، عن جد كل هدول مصاري ولا؟ ولك انا رح جن على الاخر، جيبوا لي الدكتور وداخلكم رح جن وجيبوا لي الدكتور. يلا خلينا نروح من هون. يلا الكود لشوف الكود. دير بالك نحن ما في عنا خصوصيات نخبيها عن بعضنا، وإذا في ما مندخل أي حدا غريب بيناتنا. كأنه اليوم ما أجا عزيز على المشفى ليزور سهام، ما هيك؟ وليش لحتى يجي؟ وبالأصح بأي وش رح يجي يشوفها؟ إيش بيعرفني؟ قلت بركي لما عرف بانتحارها. ما بدي أسمع كلمة انتحار بهذا البيت، وهذا الشيء ما صار هون، مفهوم؟ أخي عم نحكي بيناتنا ثلاثتنا، ما في داعي تعصي. من وين طلعت هديك البنت الثانية؟ حاجة تعيط وفهم القصة، في كتير بنات بهالسكن وكلياتهم فوق راسي، بعدين كان لازم تستعجل. الآباء لهيك موجودين بالحياة، منشان يقيموا هالمصايب من قدام أولادهم إذا طلعت. نزار أنا ما عم بفهم بنوب أنت كيف بتفكر؟ على شوية ابننا كان رح يروح مننا، حاج تضغط عليه أكتر. أحكي معه، بس أصحك تخليه ينتبه، قلي له إنك قلقاني عليه وخليه يجي على البيت. يلا. Rüzgarlar
dalımda alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa. Dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa. Elif gibi hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa. Elif gibi